السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم المبرمج احمد محمدي وحلقه جديده من كورسنا، كورس تنسيق صفحات الويب باستخدام لغه التنسيق الجميله CSS. والنهارده هنكمل كلامنا في الكورس بتاعنا وهنتكلم عن تنسيق الباتونز، ازاي ممكن تنسق باتون بشكل جميل. فخليكوا معنا. تعالوا نعمل كلاس للليستة ديت، الانكر تاكس ديت او الهايبر لينك تاكس ديت، ونحط هنا كلاس ونسميه هنا باتون. وتعالوا ناخد نفس الكلاس ده ونعمل له كوبي في كل اللاينز التانية من الكود بتاعنا، ماشي. وهنيجي هنا هوت كده ونبدأ نحط الاعدادات بتاعت الباتون بتاعنا. اوكي، اول حاجة هنعملها الباك جراوند كولر، ممكن نحط لها لون مثلا زي الكريمزون دوت، تمام. وبعد كده هنحط لها بوردر بس، وهنقول مثلا ايه العرض بتاعه يبقى 1 بيكسل وسوليد. اوكي، وبعد هنا البوردر هنستخدم هنا البوردر راديوس، وهنقول الاستمالة بتاعته تبقى 3 بيكسل مثلا. ممكن نقول الفونت وايد هيبقى بولد، والفونت سايز هيبقى 13 مثلا بيكسل، وهنا الفونت فاميلي بتاعنا. ممكن نستخدم بقى حاجة جديدة، الاريال او الهلفيرا، الغي الاريال منهم، انا عايز دول بس دوت او السانسيرف، ماشي. ممكن نحط الاريال هنا، لازم يبقاش له الاولويه في الظهور، بحيث ان لو مش موجود اللون دوت او الفونت دوت يستخدم الباقيين. وبعد كده نستخدم هنا الهايت الارتفاع، وهيبقى مثلا هنا 30 بيكسل. وطبعا احنا افتكرنا اللاين هايت، ممكن نخليه اقل منه حاجه بسيطه، بحيث دي برضو مساحة للإبداع. هنا البادنج هنقول مثلا هنا 0 و20 بيكسل، والتكست اللاين هيبقى في السنتر، وهنا المارجن من ناحية الرايت بس هيبقى 10 بيكسل، وهنا البوكس سايزنج هيبقى هنا ايه بوردر بوكس، عشان ايه يبان ان هو ايه باتون. اوكي، ده تنسيق لو انا عاوز اخلي الحاجات دي ايه باتون. وعامل هنا سيف اول، ماشي، وتمام سايفين كده. هو دي شكل ايه الباتونز ايه بتاعتنا حتى هذه اللحظه. تعالوا بقى نعمل شويه بقى حاجات خاصه باليو ال والال اي. فهنقول هنا مثلا يو ال، وهنقول هنا البادنج هيبقى هنا 0، وهنا list style type none، وهنا ال li، هنا display inline، تمام كده اهوت. save all refresh، شايفين الباتونز شكلها بقى ظاهر ازاي، ماشي. تعالوا بقى نظبط الانكور تاج او الهايبر لينك، ماشي. هنقول له هنا الكالر، ممكن نحط كالر من دماغنا كده، ماشي. وهنقول له مثلا هنا تكست ديكوريشن انا عايزه لون، ونخليه مثلا بفلوت ناحيه ايه الليفت، تمام كده اهوت. وهنيجي نشوف النتيجة بتاعتنا، شايفين اهي ديت شكل ايه الباتونز ايه بتاعتنا، شكلها عامل زي ايه الباتون اللي ممكن نستخدمها في اي كود ايه تبعنا. ممكن بقى احط كده اهوت واخلي مثلا هوفر زي ما بنعمل دايما، هوفر. اوكي، زي ما خدنا على طول. ممكن نغير هنا ايه الكالر، بنخليه مثلا افتح شوية، ونخلي الباك
جراوند كالر تبقى مثلا ديت اي حاجه يعني. دي بقى انا اقول لك دي بيقف عليك وعلى ذوقك وعلى التصميم بتاعك. سيف اول اهو شايفين لما جيت اقف على كل صوره بدا يتغير ايه معايا. ماشي. ممكن عشان يتناسقوا اكتر مع بعض احط انلاين هايفن بلوك. سيف اول. تمام كده. وبكده بتنتهي حلقه النهارده. يا ريت اللي عنده استفسار من اي نوع يسيب في الكومنتس بوكس تحت الفيديو. اتمنى الناس على من القناه بعمل لايك وشير وسبسكرايب. في النهايه بتمنى للجميع التوفيق. انا معكم المبرمج احمد محمدي والى اللقاء في حلقه القادمه ودمتم في رعايه الله وحفظه.